أسفرت انتخابات مجلس شباب 2030 التي أجريت في مدينة الشباب على مدى اليومين الماضيين عن فوز 12 مرشحا تساوت فيها مقاعد الشباب مع مقاعد الشابات، وذلك من مجموع 26 مرشحا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 504 ناخب من منتسبي مدينة الشباب. جاءت هذه الانتخابات في ختام برنامج صوت الشباب 2030 الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة بتعاون مشترك مع كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة وتمكين، والذي تستضيفه فعاليات مدينة شباب 2030 لهذا الموسم. هذا ويأتي برنامج صوت شباب 2030 كنشاط تفاعلي استعدادا لموسم الانتخابات النيابية والبلدية القادمة، وأهمية ممارسة الحق السياسي واستقلالية الصوت الانتخابي. كما يركز البرنامج على تعريف المشاركين بأبعاد مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأثر ذلك على التنمية والبناء الوطني، وهو ما ينسجم مع موضوع يوم المرأة البحرينية الذي يحتفي بمساهماتها في المجال التشريعي والعمل البلدي.